أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة تطوير الكوادر الحكومية من خلال تكثيف التدريب وتعزيز المهارات لتحقيق تطلعات وأهداف العمل الحكومي. نعم، أشار سموه إلى أن الاستثمار في المواطن هو أساس تحقيق النجاحات التي يتطلع لها الجميع، بما يرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. قال سموه إن مملكة البحرين مستمرة في مساعيها الطموحة لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة، من أجل ذلك لابد أن يتواكب مع هذا الطموح العمل والقدرة على تلبية التطلعات من خلال مواصلة تطوير الكوادر الوطنية الذين هم أساس تنفيذ كافة الاستراتيجيات والمبادرات والخطط التي تعمل عليها الحكومة، مشيدا في هذا الصدد بما تمتلكه الحكومة من خبرات وطنية وكوادر طموحة هدفها دوما تحقيق الأفضل للوطن وتقديم الخدمات وفق التميز المنشود. جاء ذلك لدى لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم بقصر القضيبية بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني منتسبي الدفعة السابعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث أعرب سموه عن تهنئته لهم على اختيارهم من بين كافة المتقدمين للبرنامج بعد مراحل متعددة من التقييم، بما يحقق رؤية وأهداف البرنامج، متمنيا لهم التوفيق في اكتساب الخبرات والمهارات بما ينعكس على تطورهم ونمائهم. أشاد سموه بالمشاريع والأفكار التي عمل عليها منتسبو برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية طوال فترة انتدابهم، مؤكدا على أهمية توفير الفرص أمام الكوادر الحكومية لاكتساب المعرفة والمهارة والخبرة من أجل تعزيز إسهامهم في عمليات التطوير والتحديث التي تشهدها المملكة، بما ينعكس على نماء وازدهار الوطن والمواطن. من جانبهم أعرب منتسبو الدفعة السابعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام وحرص كبيرين على الاستثمار في الكوادر الحكومية، مؤكدين بأن حديث سموه حفظه الله خلال اللقاء سيكون هو أكبر دافع لهم خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق أهداف البرنامج واكتساب المعرفة والخبرة اللازمة طوال فترة انتدابهم، بما يحقق تطلعات سموه الطموحة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً للمملكة.